سنة أصغر منه بعشرين سنة عايزة تتنطط وتتفسح وتشوف الدنيا، ينفعش. وهو خلاص اتفرج على قد ما قدر وما عادتش حتى صحته البدنية تحتمل هذا القدر والحجم من الحركة. إذن بيحصل تصادم شديد ينتج عنه هي عايزة مش عارف تروح ايه وهو عايز ايه. مزبوط. طبعا خد بالك انه ساعات كمان بنات وسيدات كويسين تتجوز راجل اصغر منها بخمس سنين بعشر سنين. القصد لكل قاعدة شواذ، ولكن في المعقول بنتكلم علشان نضمن من باب الاخذ بالاسباب علاقة زواج صحية. نخلي فروق السن راجل اكبر شويه. خد بالك راجل اكبر ليه؟ يقال ان الست بتنضج اسرع من الراجل، ولا سيما في الزمان ده كمان. الست البنات بقوا اشطر بكتير وشهلين وفاهمين وعندهم وعي وبعد نظر وادراك وكذا عن الولاد والرجاله. بياخدوا شويه انت هتضرب ضرب النهارده حد من زمان. انا بتكلم برضي الله وربنا بيصدر وبيسهل عشان الواحد نيته كويس. انا واحد صاحبي قال لي يا ابني انت بتطلع مره تقول كلام مش عارف الستات يزعلوا منك فاكرهوك، والمره اللي بعدها الرجاله مش هيفضل لك حد. انا بحبك انت بقى وخد بالك منك. لا ربنا وربنا يسترها علينا جميعا. القصد يعني حاجة تانية شهيرة جدا الجابس، الفروقات الكبيرة في المستويات الثقافية. الثقافة بقى بتاعت مش بتاعتي انا بس، لا بتاعت اسرتي واسرة الزوجة. لما بيكون في تقارب بيبقى في تناغم، ام لما بيجي ولاد ما بيبقاش في احتكاك في التربية. ده عايز ياخده ناحيتهم عشان هي اقل منه في المستوى، ودي عايزه تاخده عشان هو اقل منه. التقارب الثقافي بيخلي التطلعات متقاربه، فيقوم والاهتمامات التطلعات اللي ليها علاقه بالاهتمامات، فيقوم الفريكشن الاحتكاك في العلاقه يقل قدر المستطاع. الحاجه الثانيه لما بنبقى قريبين من بعض يلا نهتم بقى باننا نطلع الولاد زي ما احنا عايزين، يقوم واحنا بنوجههم احنا الاثنين عايزين نمشي المركب في نفس الاتجاه. تمام. والثقافة قصدي بيها المستويات العلمية الثقافية الاجتماعية، ده برضو موضوع مهم قوي. الدراسة التعليم يجي مشاكل كتيرة قوي ليها علاقة بالإسقاط. يجي الراجل يتجوز واحدة أعلى منه شوية مثلا، هو مع معهد وهي جامعة ليسانس بس، احترامي كل الناس زي الفل وكل الناس جمال وكذا، ولكن تلاقيه مثلا عايز يكتم عليها ويكتم نفسها لانه حاسس انها اتعلمت احسن منه شويه، فتيجي هي تفلفص وترفص وهو يقول لك انا الراجل وما تعملش الا باذني والا ببتاع. انما الاتزان وبالذات لو الست كمان اقل سن صغيره يبقى ده الطف، يقال ان ده احسن وامن للعلاقات. طيب عموما من الاوامر يعني بتاع حتب حضرتك كنت تفضلت يعني الفيلسوف التاريخي يعني علم ناس كتير الراجل ده يعني مش هنخوض ده اول فيلسوف التاريخ حسب ما بتقول البلديات والحاجات. كلمه من الكلمات اللي لافته للنظر اللي قالها في الوصايا بتاعته لما ترجمت، قال لما تتجوز احب زوجتك وكانه امر وكانه ارادي. يعني ان انا احب حضرتك اكنه ارادي يعني حضرتك يعني قرار احسنت شكرا. حضرتك مثلا زعلتني من غير بتاخد بالك من حاجه معينه انا برضو هحبك يعني هبقى عشان احبك. دي ما بتبانش بقى في الكلام، بتبان في الاداء. الحاجه الثانيه عايز اقول للولاد والبنات، الناس ما بتبانش الا عاملين زي الالماس كده بيبقى طين الاول وبعدين يقعدوا ينضفوا فيه ويحطوه تحت ضغط ويغلوه حاجات معينه كده، والذهب كذلك. وبعدين تبتدي تظهر الحاجة وحلاوتها لما تتعرض لظروف ضاغطة. يعني أنا ما بانش لحضرتك إلا لما تختبرني وأنا مضغوط. طبعا كل ده بنتكلم تحت العنوان بتاع سهولة الزواج من غير الاعتبارات دي. الكارثة بقى المعاصرة هي إدمان الشاشات. الناس بيقعدوا مع بعض خمس سنين قبل الزواج يعني يتجوزوا، ويقولي بعدها بشهرين ثلاثة تقولي أنا مش عارفة مين اللي معايا ده، وهو يقولي أنا مش عارف مين دي كانت واحدة تانية خالص وهم مع بعض بقالهم سنين. أما إيه أنتوا كنتوا بتعملوا إيه السنين اللي فاتوا؟ كانوا ملهيين ملهيين في إيه؟ في المسجز والقلوب والدباديب، وكل واحد مع أصحابه وكل واحد فاكر التاني شكله بس، وكل واحد ما بيشوفش من التاني إلا العاطفة الفياضة الجياشة لأنه ما تعرضش معاه لمحكات حقيقية في الحياة. طيب
حاجة تانية مهمة جدا ليها علاقة بإيه يا فندم؟ الاتفاقات المسبقة. يعني أنا قبل ما أتجوز بيبقى في اتفاق زي المهر والشبكة والحاجات دي. في اتفاقات كمان، إحنا عايزين المركب بتاعة الجواز دي تروح بينا على فين. فالاتفاق ليه علاقة كبيرة قوي بالتوقعات. ساعات بقى كل واحد بيبقى فاكر إنه هيقدر يعمل حاجة وهو مش متأكد إنه هيعرفها. ولذلك لما حد بيجي يقول لي انا داخل على جواز، في دلوقتي ناس عندها من الثقافه الشباب والشابات يعني اللي يساله يقول لك انا داخل على جواز المفروض اعمل ايه، وادي امراه اللي هتبقى كويس مراتي. ده سؤال وجيه انا كنت عايز اساله كويس. بقول له انت عايز تعمل ايه؟ يقول لي 1 2 3. اقول له هتقدر تعملهم؟ ففي اللي يندفع ويقول اقول له اديني اماره، فما يعرفش. وفي واحد بيعرف يعني يقول لي انا هلتزم هاخد بالي منها وهصرف عليها كذا ومش همنعها عن مامتها وباباها. اقول له انت عندك ثقه في نفسك بناء على ايه؟ يقول لي انا كده جامد. اقول له لا، انت شكلك نرجسي بقى ولا شخصيه هستيريه. بناء على ايه؟ يقول لي انا اتخرجت السنه اللي فاتت وبابا بيصرف عليا وزي الفل في الجامعه، واتاخرت سنه واحده بس، وعندي عربيه كذا، وبلبس شيك وبسافر اتفسح في اوروبا. وهو لسه ما تحطش على محك الصلابه دي. بتبان ازاي وفين؟ لما بني ادم يبتدي يشتغل اي شغلانه يلتزم فيها وينجح وسمعته تبقى كويسه، ويبقى عايش من دخله هو مش من دخل ابوه. انا بكلم الرجاله، وعارف ان حضرتك هتقولي الدنيا صعبه وما فيهاش حاجه، لو الاب يساعد يساعد زي ما هو عايز. لا بالعكس، ده انا اتمنى ان ياتي يوم تبقى مهمه الاب انه يعلم الابن ويعلم البنت، وهم اللي اتجوزوا مالناش دعوه بيهم، عشان حتى ده حمل شيء غير طبيعي على الاباء يعني والامهات. انا كمان مش بتكلم على الحمل، انا بتكلم حتى على الابهات اللي يقدروا. قول له ابنك مش هيبقى راجل ويحس بقيمة المادة الجنيه اللي بيجيبه ده طبعًا، ويعرف يوظفه إلا لما يستقل ماديا. خليه هو يشتغل ويصرف على نفسه وانت اديله بعد كده مال الدنيا. بس لما المثل يقول لسعادتك ايه، مش تعرف، انا احب الامثلة قوي. اقول ابن ابنك ولا تبنلوش. ابن ابنك. ابني ابنك يعني حط فيه الاسمنتون مسلح والزلط بقى، ربنا يسهل له بقى ويكرمه. صحيح. لان احنا شفنا مثلا يا فندم، يعني انا قطاع من شغلي ليه علاقه بالادمان واستخدام المخدرات، يعني ربنا يشفي ويعافي اولادنا جميعا يا رب واخواتنا واهلنا. بتلاقي اب شقي عمره كله، حوش ثروه وجمعه وعمل مصانع ومش عارف ايه بتاع، وان يتوفاه الله وهو بيشغل وبيحوش وبيعمل وبيشتغل، مش واخد باله انه عنده 3 4 اولاد زي الورد، منهم واحد فات سايبهم بقى على جنب كده، وربك هو المربي مش كده، وبعدين يورثوا يعني كتير من اللي شفناهم، يعني يورثوا ما شاء الله من مال اللي هو بيفتح محافظه، يضيع في سنه او 2 أو 3 ملايين. صحيح. ومليانه. صحيح. بقى حاجات ارقام. صحيح. من الخرافيه دي. صحيح. لان الولد ما طلعش عنده قدره على الالتزام والصبر والجلد وتحمل المسؤولية والإحساس بقيمة الشيء. هو أنا ليه حتى الواحد بيروح يشرب مخدرات ولا بتاع عايز يتبسط؟ الناس ما بتعرفش تتبسط، مع أن السعادة اتكلمنا فيها كتير مربوطة بالحاجات البسيطة، بق مية، مش عارف، شجرة حلوة يقول لك سبحان الله، شوف العصفورة واقفة ازاي على الشجرة. حاجات بدائية جدا الناس اللي بيعيشوا في سعادة وطمأنينة بيبصوا عليها، وتلاقي حد تاني عنده من المال ما شاء الله مش حاسس بقيمته خالص. ليه؟ أنا عمري ما أحس بقيمة الحاجة إلا لو اجتهدت وسعيت في الحصول عليها، زي بالظبط السعادة بتاعت يعني. ما هو دلوقتي معظم الجوازات سواء ناس مقتدرين أو ناس مش مقتدرين، يعني الغلابة برضو بيجوز ابنه برضو. مظبوط. بيدبر له أوضة وبيدبر له سرير وبيدبر له شوية حلل. مظبوط. ما هو ما يتكونوش كلهم ده، إيه ده؟ مشكلة دي جامدة، مشكلة جامدة. طبعا طبعا. الحاجة التانية بقى الهامة جدا، شق بقى مهم من اللي عايز لو سمحت لي اتكلم فيه النهاردة. ممكن نعمل فاصل؟ طبعا.